مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الفضائية الجادية نقدم إلى حضراتكم العرض الرئيسي لهذا المساء. غادر اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو العاصمة إنجمينة متوجها إلى العاصمة السنغالية دكار للمشاركة في عمل الاجتماع الخاص بتمويل الشراكة الدولية حول التربية. وكان في وداع رئيس الجمهورية بمطار حسن جاموس الدولي معالي رئيس الوزراء بايمي باراكي ألبير بجانب بعض من أعضاء الحكومة وأعضاء المكتب المدني والعسكري والمستشارين برئاسة الجمهورية والوزراء وعمدة بلدية مدينة إنجمين. وقبيل مغادرة وقع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على مرسوم الرئاسي يحمل الرقم 1179 المادة الأولى، تم تعيين السيد حسين محمد تولي نائبا للمفتش العام للدولة بالمفتشية العامة للدولة. المادة الثانية يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. الأول من فبراير 2018 رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. أسدل الستار مساء أمس بقصر الديمقراطية بحي قاسي على أعمال الورشة الاستشارية الوطنية حول مكافحة فيروس المناعة المكتسبة السيدا التي نظمتها شبكة البرلمانيين المكلفة بمحاربة السيدا بالتعاون مع منظمة اليونيسف. المناسبة الختامية ترأسها النائب الرابع لرئيس الجمعية الوطنية أحمد النظيف خاطر. تقرير عائشة أحمد دقي وقراءة سعيد أحمد حسن. الورشة الاستشارية الوطنية حول مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة استغرقت مدة 48 ساعة، حيث أن الملفات المتعلقة بدراسة السيدا وجدت حظا وافيا للتعرف على أجزائها الناقصة وفق التقارير التي أعدت في مختلف أقاليم البلاد، مما أتاح للمشاركين في أعمالها تتويج مخرجاتها بنتائج وتوصيات. أدم مستشفيات، بعدين مستشفيات قاعدة وفي أماكن بعيدة، لازم الديسبونسير ولا سنتر دي سانتي يبقى بمسافة قريبة عشان يسمح لكل واحد يقدر يمشي ويكشف ويتعالج فوقها. ده من الأهمية. وهناك عدم البرسونيل فورمي وكاليفية وماتيريال، ده ذات مهم عشان يحط في أي مكان مركز صحي عشان الناس يستفيدوا منه. فكلمة الشكر التي عبر بها رئيس شبكة النواب الجمعية الوطنية لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة على دعمها السخي والمتواصل للأنشطة التي تقوم بها الشبكة للقضاء على هذا الفيروس، فيما أكد في كلمته الختامية النائب الرابع لرئيس الجمعية الوطنية أحمد النظيف خاطر بأن التوصيات والنتائج التي خرج بها المشاركون سترفع للجهات المعنية وتؤخذ بعين الاعتبار وسيعمل بها للحد من انتشار هذا المرض. شهدت أمس وزارة الصحة العامة حفل توزيع أكثر من 100 رابة إسعاف بجانب كمية مقدرة من الأدوية الخاصة بعلاج مرض الملاريا لتوزيع للمندوبيات الصحية المختلفة. هذه العربات قدمتها جمهورية الصين الشعبية للحكومة التشادية وسوف تساهم في تخفيف المعاناة عن السكان خاصة في الأقاليم، بل ستلعب دورا كبيرا في توطيد العلاقات بين تشاد والصين. وفي هذا السياق فقد عد الزميل أحمد خميس جمعة الورقة التالية. إن الحكومة تولي اهتماما بالغا بصحة السكان أينما وجدوا، ويؤكد ذلك تأهيلها للكوادر في مختلف المجالات وبناء العديد من المرافق الصحية الحديثة في طول البلاد وعرضه، علاوة على ذلك شراء العديد من المعدات لمرافقة هذه المستشفيات والمراكز الصحية. ويؤكد هذا الاهتمام الحكومي شراؤها وتوزيعها لأكثر من 100 سيارة إسعاف لنقل المرضى وعشر إضافية لنقل الموتى لصالح المندوبيات الصحية الإقليمية 23 بغية تذليل الصعاب للعاملين والمواطنين على حد سواء. أضف إلى هذه الجهود خلقت الحكومة عبر وزارة الصحة العامة علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مستشفيات الدول الصديقة في العالم، أملا منها في حصول المواطنين على علاجات جيدة في يد الأطباء المتخصصين، خاصة مع دولة الصين
الصين الشعبية التي لها بصمات واضحة في متانة العلاقات وتبادل الخبرات في العديد من المجالات كالطاقة والزراعة والتعليم والصحة، حيث بعثت دولة الصين الشعبية العديد من الأطباء يعملون في مستشفى الصداقة الصينية التشادية وغير ذلك من المرافق الصحية. كما أن دولة الصين الشعبية ترافق دائما جهود الحكومة في مجال الصحة، وما كميات الأدوية الطبية المقدمة يوم أمس لمكافحة الملاريا إلا تأكيدا لمتانة العلاقات الثنائية القائمة بين تشاد والصين. إن جهود وزارة الصحة العامة في مجال الصحة كبيرة تستحق الإشادة، فقط ما يجب الانتباه له رسالة وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح حين تقديم السيارات للمناديب، حيث طلب بوضوح من كل المناديب تحمل مسؤولياتهم تجاه السيارات المقدمة، الاستخدام الأمثل والعناية بها وتشغيلها لصالح المرضى أينما وجدوا. كما طلب من الحكام والسلطات الإدارية والتقليدية مساعدة الحكومة في سياستها الصحية وعدم التدخل في شؤون السيارات، وتركها تؤدي دورها الإنساني والصحي والاجتماعي للمواطنين بغية توفير الرفاهية الصحية للمواطنين وفق تطلعات وتوجيهات رئيس الجمهورية إدريس ديب إتنو. أصدرت الحكومة أمس قراراً تم بموجبه تعيين أعضاء لجنة تنظيم الحوار الوطني بجانب اللجان الفرعية، وحول سير عمل هذه اللجان والدور المنوط بها فقد عد زميل أحمد أدم الورقة التالية. القرار الذي صدر في 31 من يناير المنصرم والذي ينص بتعيين أعضاء اللجنة التنظيمية للمنتدى الوطني الخاص يأتي في إطار مساعي الحكومة للتنظيم الإداري والإصلاح المؤسساتي، وهي لجنة فنية مكلفة بتنظيم منتدى وطني خاص، فهي لجنة لها مهمة مكلفة بإعداد برنامج المنتدى وإدارة الميزانية وتوزيع الدعوات للمشاركين وضمان تكلفة المشاركين والدعم والتسيير وهكذا الأمانة. هذه اللجنة مكونة من 11 عضوا وثمانية مستشارين وسبع عضو من الأغلبية الرئاسية وسبع عضو من المعارضة وثلاثة من المجتمع المدني، وبها ست لجان مصغرة تقوم بمهام حسب المسمى كاللجنة المصغرة للنقل والسكن والإعاشة والصحة والأمن والإعلام والاتصال وإعداد المواد وأمانة عامة، وهي تقوم بتظليل الشعاب، وهناك مهام أخرى يكلف بها رئيس اللجنة لمن له الجدارة في تقديم العون. لجنة تنظيم المنتدى الوطني الخاص تسير أمورها بتكاليف من الميزانية العامة للدولة، وينتهي مهامها بعد تقديم التقرير العام لرئيس الحكومة، وذلك بعد 30 يوما من تاريخ نهاية المنتدى. وعند الانتهاء من هذا المنتدى ستدخل البلاد في مرحلة جديدة من مسيرتها على الوجود، بحيث تصبح مؤسساتها مواكبة لمتطلبات العصر. الحوار المتبادل هو الحل الأمثل للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، جاء ذلك في البيان الصحفي الذي قدمه الرئيس الوطني لحزب الشعب من أجل التغيير الديمقراطي عبد الرحمن محمد أبا. نتابع. الحوار هو الندى الرئيسي لتحقيق السلام والاستقرار في بلدنا، وتشير حزب الشعب PPCD إلى أن الالتزام الصادق والجاد من جميع الجهات الفعالة الاجتماعية والحكومة ضروري لتحقيق حياة اجتماعية سلمي، وبالإضافة إلى ذلك يدين حزب الشعب من أجل التغيير الديمقراطي PPCD الأنف بجميع إشكاله، ويجدد حزب الشعب PPCD الدعوة إلى الحوار، وهو السبيل الوحيد لإيجاد حل دائم للأزمة، وندعو مختلف الأطراف إلى استئناف الحوار لوضع حد لهذه الإضرابات في الإدارة التشادية. قدم اليوم رئيس تحالف الشباب من أجل التنمية ودعم النهضة التشادية محمد المهدي عبد الرحمن بيانا صحفيا بدار الصحافة التشادية، تحدث فيه عن إضراب الموظفين نتيجة لتخفيض الرواتب، وناشدا الجميع بالتحلي بالروح الوطنية.
الحدائق التي تقع غرب مدينة أم حجر بحوالي 40 كيلومترا تعتبر من المناطق الزراعية المهمة، حيث توجد بها أراضي زراعية خصبة ناهيك عن المياه الجوفية. وحول هذه المنطقة فقد عد الزميل محمود حسن سمبو الورقة التالية. منطقة الصفيق الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومتر غرب مدينة أم حجر، والتي يعود إنشاؤها لأكثر من 200 عام، تعتبر هي عاصمة كانتون دارمسمجي الذي يضم أكثر من 120 قرية. وبذلك فإن هذا الكانتون يعتبر من بين أكبر الكانتونات من حيث الكثافة السكانية في حاضرة البطحاء الشرقية، لأن سكانه يقدرون بأكثر من 50,000 نسمة بحسب الإحصاء الأخير. فالكانتو نسبة لموقعه الأضفافي البطحاء التي تنتهي عند بحيرة الفدري، فهو بذلك يعتبر من أكبر المناطق الزراعية والرعوية في تشاد، حيث تزرع فيه أنواع كثيرة من الغلال وغير ذلك من مختلف المنتجات الزراعية. غير أنه رغم موقعه الأضفافي البطحاء فإنه ما يزال يعاني من نقص كبير في ماء الشرب النقية، لذلك يبقى تدخل السلطات المعنية أمرا ضروريا. إلى جانب ذلك يبقى بناء المدارس هو أيضا مطلوب، لأن أكثر من 95% من المدارس في الكانتو هي مدارس أهلية سوى هذه المدرسة الابتدائية لمنطقة الصفيق التي يعود بناؤها إلى عام 1973 والتي تحولت الآن إلى شبه أنقاض. أما في مجال الصحة فإن الكانتو ورغم القرى الكثيرة التابعة لها فإنه يستحوذ على مركزين صحيين، ذلك في بركة فاطمة والصفيق، مع قلة ملحوظة في الكوادر المؤهلة والأدوية. هذا بما أن تنمية المناطق القروية والريفية بمختلف مناطق البلاد تحتاج إلى مشاركة الجميع سيما وكالات التنمية، فإن هذا الكانتون هو أيضا بحاجة إلى وكالات التنمية التي ليس لها وجود ملحوظ في الكانتون. إليكم هذه البرقية من رئيس كانتون داجو 2 إساق ضهية محمد، يقدم فيها التعزية لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو ولأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولأسرة فقيد الوطن الدكتور حسين حسن أبو بكر الذي توفي في منتصف يناير الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.